قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. تضمنت الإشارة إلى عمق العلاقات الوطيدة والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات وفي مختلف الأصعدة، كما تضمنت الرسالة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.